كنت التليفونات السلالة سنة استعلى بك صباح الخير إليكم نشرة الأخبار من إذاعة صوت اليونان يوفيكم بها وليد إلياس. شدد رئيس الوزراء النبي لتسيكاس في كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب تحالف اليسار الجزائري سيريزا على أنه نحن على مفترق طرق تاريخي لمستقبل البلاد والسنوات صعبة تركناها وراءنا. والخطوة الكبيرة التي حدثت في عام 2015 لم تذهب بشدة وأضاعة، لقد دخلت البلاد بالفعل مرحلة ما بعد عقود الافتراق. وقال رئيس الوزراء ان جميع التدابير الاجتماعيه التي اتخذتها حكومه كانزاس سوف يتم القضاء عليها في ليله واحده. استعاد السيد ميت فوتاكس رئيس حزب الديمقراطيه الجديد المعارض الاول الى السلطه. سيقوم الرئيس البوليفي ايفو موراليس ايما بزياره تستغرق يومين لعاصمه اليونانيه اثينا يومي الخميس 14 والجمعة 15 مارس اذار الجاري 2013. وفي يوم الخميس بتاريخ 14 مارس اذار سيكون رئيس بوليفيا متحدثا في حدث يعقد الساعة 9 في مؤسسة 14 للثقافة. ويوم الجمعة 15 مارس الساعة 8:30 سيلتقي ايفو موراليس اما برئيس الوزراء سيكاس حسن ماكسيموس، وبعد الاجتماع سوف يعقدان مؤتمرا صحفيا. لقي عدد